منها أن الإنسان إذا سلك هذا الطريق طريق العلم لابد أن يحرص على قضية مهمة ألا وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يعني لا نتعلم العلم ليمدحنا الناس، لا نتعلم العلم لنتصدر المجالس، لا نتعلم العلم ليشار إلينا هذا عالم ونتكبر فيه على الناس ونفاخر به غيرنا أو نجادل به غيرنا، لا، وإنما نطلب العلم تقربا لله تبارك وتعالى، نريد وجه الله بطلبنا لهذا العلم، فنقصد ما عند الله جل وعلا، فهذا هو هدفنا أننا نريد ما عند الله في طلبنا للعلم.